عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة بن عبد القادر عبد القادر من عين تعدس. اليوم راح نقدم لكم مغني كبير من جنوب الجزائر ترقي، ألا وهو عثمان آغ بالي، مغني جزائري معروف لدى الأوساط ولدى المواطنين الجزائريين والأفارقة والعرب بأغانيه الممتازة الترقية. وهو من توارق، المولود بتاريخ ماي عام 1953 بجانات جنوب الجزائر دائما، ووفاته المنية رحمة الله عليه والله يجعل ربي يحميه ويوسع عليه في 2005. إليكم الأغنية. أصبح لي الحبيب قلبين، وجهه رجع وجهين، تغير الحال صفين، مدة الحال حولين. هذه الأغنية تراثية من تراث الجزائري. انقسم قلبي نصين، نار وجمر لهبين، سامع وشافت العين لكن لا ولائين، سامع وشافت العين لكن لا ولائين. عثمان بالي هذا المغني الذي امتاز بالأغنية الشرقية معروف لدى الأوساط الجزائرية بأغاني التالية، نعطيكم بعض العناوين: دمعة اللي هي نسمعها الآن، أمين أمين، وصاروخ، ومازال أصاروخ أغنية شرقية من بين التلفزيونات اللي تردد عليهم عثمان بالي هي التلفزيونات مالي والنيجر، حتى المغرب العربي اللي معروف عثمان بالي بأغانيه يعني التراثية من جنوب الجزائر. وكذلك أتمنى العمر المديد لولده اللي هو راه خليفة تاعو زعما، ولدو راه يغني أغاني تاعو أغاني حديثة. تابعوا الأغنية. كلا 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 كلا
الولد نتاعو اللي بقى في الحفله نتاعو يردد اغانيه واغاني حديثه ان شاء الله. السلام عليكم. عبد الله مناعي، مين نقولوا عبد الله مناعي؟ تنقولوا نقولوا واد سوف. واد سوف يعني هذه الولايه صبحت الان رمز، يعني رمز فاش رمز في الفلاحه، ولايه فلاحيه بامتياز لا علينا. دونك نبقى نتكلم مع عبد الله مناعي. عبد الله مناعي انسان مغني بدوي اصيل بسيط بسامبل، ديك العبائه والزرنه، العبائه والزرنه تاع عبد الله مناعي يعني دخلت الذاكره، اصبح رمز من رموز الاغنيه الاصيله البدويه. عبد الله مناعي مولود في سنه عام 1941، وعنده إيش اشهر اغانيه يعني البدويه المعروفه. بالمناسبه نترحم على محمد الخامس الزغدي، هذا مغني صغير كان يردد الاغاني تاع المشاهير، هذا المغني المرحوم هذا من عائله واد سوف، ونطلب من الله يرحم محمد الخامس الزغدي، هذا من ولايه وبلديه واد سوف. واليكم الاغنيه بنت العفجون لعبد الله مناعي. أغنية واد سوف المغنية كبيرة تغني مع عبد الله مناعي، ما نقولش الاسم تاعها، ترقب الاسم تاعها. ماكمش ضيوف في الجزائر وماكمش ناس يا لله. انا شو ضيوف؟ لا والله ماكمش ضيوف في الجزائر وماكمش ناس ماكمش ضيوف. ماكمش ناس من والا ما بين الجود والاجواد وبين الخلان والهالة والهالة جيت وشفت الجزائر وتمتعت في العمر دانا هذا موال جزائري صوفي. بحور وديان مزينة الجزائر وشباب وشابات زهية ميام. رد عليا يا بنية العرجون، رد عليا يا بنية العرجون، رد عليا كم لابس زين يا صوفيا، يا بنية العرجون ردي رد عليا، يا بنية العرجون رد عليا، يا بنية العرجون ردي رد عليا، كم لابس المشية ظريفة والحاجب كتان، الحنة خفيفة والحولي ستان زايدة تسفيفة،
لحزن بوعظين طيب طيب هي بنية العرجون الربي المرأة الصوفية والمرأة الجزائرية والمرأة المغاربية والمرأة العربية المرأة العربية المغنية لما عبد الله مناعي مغنية معروفة لبنانية وتميزت بأغاني ألا وهي هويام يونس هويام يونس مغنية عربية كبيرة مجددا في 28 جانفي 48 مجددا في 28 ميلاد تحت 28 جانفي 48 من أشهر أغاني هويام يونس التي تستمع فيها الآن لهذا المقطع مع عبد الله مناعي شوفي ألا وهي دقت الأبواب أبواب الناس سافر يا حبيبي ورجع سافر يا حبيبي ورجع وأغنية أخرى تعلق قلبي كتابة عربية هو تشمات العديان يحكوا بس غرام وريان يونس مغنية لبنانية يا بنية العرجون ربي يا بنية العرجون ربي رد عليا يا كلاب الزين يا صوفيا يا بنية العرجون ربي انتي حيار خلاني مفتون وانا صغير نمت والصفاق بعيد الشيار قل قلبه تزين بس بعدية يا بنية العرجون ربي جب جدان الحينة خفيفة والحولي ستان زيدة تسفيفة لحزن بوعرضان طيب طيب يا بنية العرجون وتشوف والمغنية هويام يونس شوف الأغنية البدوية الأصيلة وأغاني التراث هذو أغاني يعني يبقوا في الذاكرة ما يموتوش الأغاني هذو لماذا ما يموتوش يغنوا على الواقع الحي والواقع الحي بأتم معنى الكلمة باش يطلع الله شان ويشعل الميكرو وقول من هبة ودبة أغاني الزطاب قرأي ودرم يقول حلا بالعسل كل وصل تابع المقطع العرجون رد عليا يا كلاب الزين يا صوفيا يا بنية العرجون رد عليا يا بنية العرجون رد عليا يا بنية العرجون رد عليا يا كلاب الزين يا صوفيا يا بنية العرجون رد عبد القادر عين تلبس من المشاهد الكريم باش يابونوا في هذه القناة ويدعمونا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء.